هذا. الله مساكم مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري من قناة العيون الجهوية، وإليكم أبرز عناوينه. الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعقد مؤتمره الجهوي بالعيون. المجلس البلدي للداخل يعقد دورة استثنائية. المشاركون في لحق إفريقيا ريس يصلون محطة غليميم. يحضر معي ضيفا على هذه النشرة السيد حميد شباط، عمدة مدينة فاس ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب. أهلا بكم سيد الرئيس، ولنا عودة لكم في سياق هذه النشرة إن شاء الله. نضال مستمر من أجل الوحدة الترابية، تحت هذا الشعار انعقد اللقاء التواصلي الذي نظمته اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب. اللقاء الذي عرف حضور مناضلي الاتحاد وأعضائه الممثلين للجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية، فضلا عن مشاركة العديد من مناضلي حزب الاستقلال، تابعه كل من فتح لمين والصادق الرزاق. قبل البدء بأشغال اللقاء كان لابد من التذكير بقضية الأمة العربية والإسلامية، قضية فلسطين، ليقف الجميع دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء غزة. وبعد كلمة الترحيب أشار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر على أهمية التقدم الذي تحقق بمدينة العيون على جميع المستويات، ما جعلها مسك ختام هذه اللقاءات التواصلية، داعيا إلى ضرورة ترتيب البيت الداخلي استعدادا للمرحلة الديمقراطية والتي يهدف إليها المغرب بجميع مؤسساته وشرائحه الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة تشكيل نقابة حدثية يطرى عليها الحوار والتواصل. هذا اللقاء نهدف من خلاله إلى شرح المناضلين المتغيرات في القوانين أولا للاتحاد العام، ثانيا المستجدات فيما يخص المسار التصحيحي اللي تاخذه الاتحاد العام مؤخرا، واللي من شأنه باش يرفع نقابة الاتحاد العام الشغالين إلى مستوى اللي كان طرحه الجميع كمناضلين داخل هذه النقابة. اللي كيهمنا احنا هنا في الاتحاد الإقليمي، وهو لأول مرة أقولها على أساس أنه غتنهج واحد نوع من الديمقراطية، واحد نوع من الديمقراطية داخل الاتحاد العام، لأن الاتحاد العام لأول مرة بغى ينقل الاختصاصات المركزية إلى الجهوية. نثمن كل خطاب وكل ما أتى به الإخوة المناضلين في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الإدارة المركزية، ونحن كذلك ننتظر المؤتمر العام الذي سيعقد في أواخر هذا الشهر بمدينة الرباط، على أن نغير من نمط الحالي الذي يشتغل به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وتمثيل الأقاليم الجنوبية بصفة مشرفة. وفضلا عن الجهوية الموسعة التي يعتمدها الاتحاد، فإنه يسعى أيضا إلى دعم التمثيلية النسائية داخل النقابات للرفع من مستواها التأطيري ومكانتها داخل مراكز القرار، حيث أبدت النساء المشاركات ارتياحا واضحا حول هذه المستجدات. الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من النقابات التي تدعم تواجد المرأة في جميع هياكله وفي تنظيماته وفي مراكز القرار، سعيا إلى الرفع من مستوى التمثيلية النسائية داخل الأجهزة النقابية والسياسية بالمغرب، وكذلك السعي إلى رفع من مستوى التأطيري، وكذلك الرفع من مستوى الحركة التأطيرية بالعمل النقابي الوطني ككل. احنا جد سعداء بهذا اللقاء لأن جبنا تصور جديد لنقابة الاتحاد العام، نقابة حداثة، نقابة الحوار، نقابة فتح المجال للأطر في مختلف القطاعات، وفي إطار خاصة الأقاليم الجنوبية، في إطار الحكم الذاتي والجهوية الموسعة. وفي انتظار المؤتمر العام الذي سينظم بمدينة الرباط، يبقى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عامة وبالعيون خاصة مهيئا لمواكبة التحديات والتكيف مع المستجدات على جميع الأصعدة حسب برنامجه الذي وصف بالتعاوني والتشاركي. السيد حميد شباط، عمدة مدينة فاس ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أهلا بكم من جديد. أهلا وسهلا. بحكم تشرفكم بتسيير مجلس العاصمة العلمية للمملكة وانخراطكم في عدد من مجالات التعاون مع المجلس البلدي للعيون،
ما هي في نظركم أوجه التشابه بين المدينتين لا سيما فيما يتعلق بالمشاريع والبرامج التنموية؟ شكرا. أولا كممارس وكمتتبع وكفاعل من طبيعة الحال وكعمدة لمدينة فاس التي هي العاصمة الروحية للمملكة المغربية وهي تحتفل هذه السنة بمرور 12 عقرا على تأسيسها وتأسيس الدولة المغربية. أولا فوجئت كثيرا في هذه الزيارة على التطور الذي تعرفه مدينة العيون من طبيعة الحال، وكنت قد قمت بزيارة السنة الماضية ولاحظت أنه في خلال سنة هناك تطور كبير من ناحية أولا توسيع الشوارع والأزقة والحدائق وعدة مشاريع تعرفها المدينة، ويمكن لي نقول أنه مدينة العيون أصبحت بافتخار كبير عاصمة حقيقية لأقاليمنا الجنوبية، بحيث مقارنة بسيطة بين العيون أثناء الاستعمار الإسباني والعيون 75 والعيون 99 والعيون الآن هي مغايرة تماما، وفي الواقع أن أصبحت مدينة حديثة بكل معنى الكلمة. ولهذا بمناسبة انعقاد اللقاء بمدينة العيون، أنا في البداية نوهت بالمجهودات التي يقوم بها الإخوة المنتخبون والسلطات الولائية وعلى رأسها السيد الوالي لخدمة هذه المدينة التي تستحق من كل المغاربة كل التقدير وكل احترام. سيد الرئيس، أنتم على اطلاع على مجمل التحولات والتطورات المرتبطة بقضية الصحراء، انطلاقا من كونكم أحد قيادي حزب الاستقلال، كما أنكم زرتم العيون عقب الأحداث التي شهدتها سنة 99 900 و1000. كيف ترون المنطقة الآن بعد مرور 10 سنوات، وما هو تصوركم للحل الكفيل بإنهاء مشكل الصحراء، وتقييمكم لما وصل إليه ملف القضية حاليا من مستجدات؟ أولا المغرب بقيادة صاحب الجلالة كانت له الشجاعة لتقديم ملف الحكم الذاتي إلى الأمم المتحدة، ولما نتحدث عن الحكم الذاتي نتحدث عن دولة عظيمة وقوية تشابه الدول المتطورة في العالم، بحيث هذا المشروع الجهوي الموسع لا يعرف نجاحا إلا في الدول المتطورة مثل إسبانيا وألمانيا وفرنسا وبعض الدول المتطورة. إذن المغرب أولا بفضل الاستقرار الذي ينعم به، ثانيا بفضل الملكية الدستورية، وبفضل كذلك أمير المؤمنين خطى خطوات جبارة لحل هذه القضية. لما نتحدث عن الأحداث التي شهدتها مدينة العيون سنة 1999 وبعض المدن المغربية التي شهدت أحداث مماثلة قبل 1999، نرى أنفسنا أننا أمام دولة عظمى قوية، بحيث الأحداث شهدتها مؤخرا باريس في فرنسا بعظمتها وشهدتها كل دول العالم. إذن الدول القوية هي التي تعرف كيف تتأقلم مع هذه الأحداث، واعتبرها أنها أحداث طبيعية وتدخل في إطار احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير. إذن المغرب اللي عنده واحد الزخم التاريخي، والمغرب اللي من الدول العربية والإفريقية الأوائل اللي منذ الاستقلال بعد 3 سنوات كان عنده دستور سنة 1961، كان عنده انتخابات ديمقراطية منذ 35 سنة. إذن هذا البلد اللي يعتبر بكل وضوح وبكل صراحة أنه بلد حقوق الإنسان وبلد الحريات استطاع أن يتأقلم مع الظروف ديال 1999، وعمل أولا جاهدا على احتواء هذه الأحداث من طبيعة الحال بحكمة وبتبصر، ولم تكن هناك المواجهة العسكرية المحضة، بل كان هناك الحوار وكان هناك الالتصاق بالجمعيات والوداديات التي تؤطر الأحياء، والحمد لله تقام بواحد العمل اللي هو عمل جبار، وللآن نتائجه ظاهرة في الواقع الملموس، بحيث مدينة العيون تعتبر من المدن الخالية الآن من السكن العشوائي، الخالية من مدن الصفيح. وأنا قمت بجولة هذا الصباح لمختلف هذه المناطق التي كنت قد زرتها في السنة الماضية، ولاحظت أن هناك